السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناتي ديدي كروشي، ومرحبا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. اليوم في هذا الفيديو غادي نخدموا مع بعض بندانة شعر سهلة وبسيطة بغرزة زيكزاك، وتخدموها في ميم با ساعة انتم تخدموها خدمتوها ونطوا. لي تكون بون لأول مرة تشوف الفيديو ما تنساش دير لي اشتراك ولايك، هذا ليس أمرا باش غير باش تدعموا القناه، والمشتركين نقول لهم كلكم مرحبا بكم. بون الادوات المستعمله غادي نسحقوا كروشيه 4 ملم، والصوف طبعا، ومقص، وابره التنظيف. نبدا بسم الله على بركه الله، نديروا عقده البدايه. نديرو 18 سلسلة، 1 2 3 4، 17 و 18، ونزيدو واحدة زيادة باش نقدو نخدمو يقعدو لنا العدد نورمال. نديرو نخدمو غرزة حشو في الثانية، نعاودو هذه وحدة، 3 4 5 6 7 8. نخلو سلسلتين، 1 2، ونروحو نديرو 8 غرز حشو واحد اخرين، 3 4 5 6 7 8. هذا الشكل نتحصلوا على هذا الفيكيما هكا. نطلعوا بسلسلة، نقلبوا العمل تاعنا هذا الشكل، نديرو في اول سلسله نديرو تزايد، يعني نديرو غرزتين حشو، نروحو نخدمو في الحلقه الخلفيه 6 غرز حشو، 1 2 3 4 5 6، ونخلو سلسلتين، 1 2، وفي هذه نعاود نديرو 6 غرز حشو، 1 في الحلقة الخلفية دائما، 2 3 4 5 6، في الأخيرة ديرو تزايد، 2 غرز حشو، 1 2. نطلعو بسلسلة، نقلبو العمل تاعنا، إي توجور في اللولة نديرو غرزتين حشو يعني تزايد، ونروحو نخدمو 6 غرز حشو في الحلقة الخلفية، 2 3 4 5 6، ونخلو سلسلتين، 1 2، ونروحو نخدمو غرز حشو في الحلقة الخلفية، 2 3 4 5 6، في الأخيرة هذه هنايا ديرو 2 غرز حشو بهذا الشكل، نتحصلوا على هذا الشكل كيما هكا. ديروا نفس الخطوات،
حتى نوصلوا للطول المناسب تاع الراس اللي راكم باغي تخدموه، كبير صغير كيما تحبوا نتوما. انا نروح نخدم عاد نرجع معاكم. شوفوا البنات، بعد ما وصلت لهذا الطول المناسب اللي هو درت انا تقريبا 45 سنتيمتر، كما تعرفوا الخيط الصوف يتمدد. الوغ فوالا، ها هي وينه، ها هو الطول المناسب كي نطوه فوالا كيما هاك. كملت في الاخير درت سلسله ونجبت الخيط تاعنا وانتم كي تحسبوا حسبوا من هاد لوكوان حتى لهنا باش ما تغلطوش. نعاودو نجيبو هنايا باش نخيطو لابياس تاعنا للبوندانة الشعر بهاد الشكل كيما كنت تشوفو، كيما هاكا كيما هاكا. نجيب إبرة التنظيف تاعي نديرها في الإبرة وندير الخيط في الإبرة ونرجع معاكم. وبعد البنات بعد ما درت الخيط في الإبرة التنظيف، تجيبو العمل تاعكم كيما هاكا وتشدو هاد لوكوا مع هادا وتجيبو هنايا كما راكم تشوفوا، نبدو نخيطو نديرو غرزة متينة شوية فوالا، ونتبعو نتبعو سلسلة مع كل سلسلة هم باينين واضحين بهاد الشكل. سلسلة تقابل سلسلة ونخيطو البوندانة تاعنا بهذا الشكل، هذه السلسلة تقابلها سلسلة كما راكم تشوفوا كما هاك. فوالا تبعوا السلسله اللي تقابل اختها وكملوا كيما هكا، كملوا حتى للاخير، كملوا كيما هكا حتى للاخير. فوالا البنات بعد ما خيطتها غادي نحزم هذا الخيط مع هذا الخيط تاع البدايه تاعنا. بهذا الشكل تحصلوا على هذه الخيطه تاعنا. فوالا نطفو الخيوط تاعنا نخلي نظفو ونعاود نرجع معاكم. فوالا البنات هي البندانة تاعنا كملناها فوالا، خرجت وكملناها بسرعة، خرجت شابة جميلة وسريعة. نشكركم على المشاهدة وإلى فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.